ابتديتوا تشتغلوا في القصه دي ازاي؟ ايه اللي حصل بالظبط؟ هقول لك على يعني كواليس البرنس بالاخص. كان المخرج محمد سامي كلمني وهو بيكتب. احنا كنا اشتغلنا ولد الغلابه رمضان اللي قبله. لعب. وكنا عملنا برضه نجاح كبير، كانت الاغاني لبهاء سلطان، يعني الصوت اللي انا بحبه جدا. كلنا بنعشقه. من احب الاصوات لقلبي. صحيح. مختلف جدا. صحيح. كلمني وهو بيكتب. وكنا الحقيقه البرنس ده الاغاني بتاعته خلصت قبل ما يصوره. يعني انا خلصت كتابه وتلحين الاغاني. كان بيكلمني مشهد بمشهد كده، بتطلع الفكره بالنسبه له ان هو عايز يعمل على الاغنيه دي حاجه. فكان مثلا كلمني قال لي المفروض في مشهد ان اخوات رضوان البرنس هيسيبوا بنته في الشارع. المشاهد نفسها الحقيقه بتاعت البرنس بالذات، بحب المسلسل ده، كل اغاني كانت انسانيه جدا. علاقه اب ببنته، علاقه اخ باخواته، اغنيه عن بتتكلم عن المخدرات، اغنيه بتتكلم عن، يعني كلها تفاصيل انسانيه. كان كل مشهد عالي جدا، فكره اخواته هم بيشهدوا عليه، فكره البنت اللي ثابت في الشارع، فكره لما كان بياخد حقه، اغنيه الاسد مثلا، اغنيه الاسد دي عملت 35 مليون فيو في اول 3 4 ساعات. يعني كان المشهد ده قلب الوطن العربي. المسلسل انا شايفه ان الاغاني اللي اتغنت في المسلسل ده كانت احد اسباب نجاحه. الحمد لله حقيقه. الحمد يعني نسب المشاهده العاليه. العمل ده كان قرفته كانت حلوه على الكل. يعني كان المخرج محمد سامي الحقيقه هو مايسترو. يعني كان بيدير ممثلين كتير وكلهم تألق. يعني بحس المسلسل ده كل الناس جابت سقف التألق فيه. كل العناصر زي ما بيقولوا. بجد كل العناصر. والحقيقه مسلسل يعني كسر الدنيا، ورغم ان هو كان في عز بدايه فتره الكورونا والحظر. حقيقة. فالسيزون ده كان قوي جدا.